فادي العصا مراسل العربي في رام الله ينضم إلينا. صباح الخير فادي. إذن اقتحامات ومواجهات منذ فجر هذا اليوم وسقوط لعدد من الشهداء، ضعنا في التفاصيل. واقتحامات مستمرة حقيقة لم تتوقف. كان جيش الاحتلال اقتحم بعد منتصف الليلة الماضية مخيم جنين لاعتقال القيادي في حركة فتح أبو رميلة ونجله، بعد أن اقتحم هذه المنطقة واندلعت اشتباكات مسلحة. عاد جيش الاحتلال مرة أخرى ونفذ عملية اقتحام واسعة في منطقة جنين على أطراف المخيم. قام على الأغلب كما يقول الهلال الأحمر الفلسطيني بعمليات قصف من طائرة لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين. يقول مستشفى ابن سينا في منطقة جنين إن 3 شهداء قد سقطوا نتيجة هذا القصف ونتيجة الإصابات التي كانت وصلت ب قناصة جنود جيش الاحتلال، وكذلك المواجهات المسلحة والعنيفة التي وقعت في أجزاء مختلفة من المخيم. جيش الاحتلال أقدم على جلب جرافات وقامت بتجريف الطرقات في المكان، وكان المقاومون الفلسطينيون قد فجروا عبوات محلية الصنع في آليات الاحتلال العسكرية المقتحمة التي استمرت لساعات طويلة في عمليات المداهمة والاعتقال. عدد من المعتقلين 3 شهداء وفق مستشفى ابن سينا. ننتظر وزارة الصحة الفلسطينية حتى تعلن بشكل رسمي عن نتيجة هذا الاقتحام الكبير الذي كان لمخيم جنين، وكذلك أيضا قطع شبكة التيار الكهربائي والماء عن أجزاء مختلفة من هذا المخيم واستخدام الطائرات مرة أخرى في قصف المواطنين الفلسطينيين. مركبات الإسعاف منعت للوصول إلى المصابين في البداية قبل أن تنقل مجموعة من المصابين وكذلك الذين تبين أن منهم شهداء إلى مستشفيات مدينة جنين. في هذا السياق انسحب جيش الاحتلال، قام بسحب ومصادرة مركبة فلسطينية من المخيم وغادر المخيم، ولكنه ما زال على أطراف هذه المدينة التي نفذ فيها أيضا عمليات مختلفة من الاقتحام كما حدث في منطقة بير الباشا على الأقل ومناطق مختلفة في هذه المحافظة. طول كرم أيضا المجاورة كان جيش الاحتلال قد اقتحم منازل المواطنين فيها ونفذ عمليات مداهمة، اعتلى أسطح البنايات العالية القناصة وأصيب أحد المواطنين في الستينيات من عمره، ويبدو كما قالت وزارة أو كما قالت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن هذا المسن هو من ذوي الإعاقة قد استشهد متأثرا بإصابته. وقام المواطنون الفلسطينيون بالمواجهة مع جيش الاحتلال المقتحم وتعرضت قواته لإطلاق رصاص من قبل المقاومين الفلسطينيين، عدا عن تفجير بعض العبوات محلية الصنع أيضا في آليات الاحتلال التي أيضا عملت على عمليات تجريف في هذه المنطقة. في قلقيلية أيضا كان جيش الاحتلال شمال الضفة الغربية اقتحم المنطقة واندلعت اشتباكات مسلحة كذلك وسط مواجهات عنيفة مع المواطنين الفلسطينيين قبل أن ينسحب جيش الاحتلال وينفذ عمليات اعتقال. في جنوب الضفة الغربية ركز أكثر جيش الاحتلال من عمليات التفتيش، تفتيش المنازل والاعتقالات التي تركزت في منطقة بيتمر شمال الخليل، والتي قدمت خلال ساعات الليلة الماضية شهيد طفل يتم تشييع جثمانه هذا اليوم. استبق جيش الاحتلال يبدو عملية التشييع اليوم بمداهمات نفذها في هذه البلدة، وقام بعمليات اعتقال على الأقل ل5 مواطنين عدا عن عمليات الاعتقال بالعشرات التي تمت في مناطق مختلفة. محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية هي أكثر المحافظات الفلسطينية التي تعرض فيها المواطنون الفلسطينيون لعملية اعتقال، نتحدث عن أكثر من 500 معتقل في هذا السياق وتفتيشات منازل بشكل شبه يومي. أعلى أيضا من أعلى النسب في عمليات الاعتقال بيت لحم المجاور التي داهم جيش الاحتلال نقاط مختلفة منها، وأدى ذلك إلى تخريب كثير من المنازل التي اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي ونفذ عمليات الاعتقال التي ستطول وتجاوزت 1800 معتقل في أرجاء الضفة الغربية منذ 7 من شهر أكتوبر حتى هذا اليوم. نحن نتحدث عن يبدو قرابة 125 شهيدا فلسطينيا مع استشهاد المواطنين 4 مع ساعات فجر هذا اليوم في جنين وطول كرم، وكذلك أيضا نتحدث عن أعداد من المصابين بالمئات إن لم يكن بالآلاف في أرجاء الضفة الغربية نتيجة هذا الاقتحامات وما يقوم به جيش الاحتلال بشكل متواصل في هذا السياق. نذكر هنا أن الضفة الغربية أعلن فيها عن الإضراب الشامل والعام اليوم مع دعوات إلى التوجه لمراكز المدن ومن ثم إلى نقاط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك أيضا حالة من الإضراب جاءت بعد
رفض ما أسماه الفلسطينيون بالمجزرة التي وقعت في منطقة مخيم جباليا ومنطقة انصيرات يوم أمس، وفي إطار طبعا رفض ما يسميه الفلسطينيون أيضا بالعدوان عليهم في الضفة الغربية من عمليات القتل والعمليات الاعتقال الممنهجة التي أيضا يرافقها عمليات تنكيل واعتداء بالضرب. وهذا ما أكدته المؤسسات الفلسطينية التي قالت إن هناك شهيدين قد سقطا نتيجة عمليات التعذيب من الاعتقال أثناء عمليات الاعتقال التي ينفذها جيش الاحتلال في هذا السياق، عدا عن اعتداءات تسجل من قبل مئات المستوطنين في أرجاء الضفة الغربية ضد المواطنين ومن أجل ترحيلهم من أراضيهم كما تقول الجهات الرسمية الفلسطينية هنا في الضفة الغربية المحتلة. شكرا فادي العصا مراسل العربي من رام الله.